عاد إلينا شيخ علي فريج أحد مشايخ سيناء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. ونحن الآن نتحدث عن سيناء، ودائما ما نتحدث عن سيناء بالتأكيد أرض الفيروز، بقعة غالية جدا على قلوب كل المصريين. دائما أيضا ما بيأتي في الأذهان الدور الذي تقوم بها القبائل حتى تساعد القوات المسلحة في المهام التي قامت بها في مواجهة الإرهاب. حدثنا عن الأدوار وكيف كانت الأمور في مواجهة الإرهاب، السنوات التي كانت بالفعل سيناء مواجهة للإرهاب، حتى بعد ذلك نستطيع أن نتحدث عن المشروعات المتعددة التي هي موجودة فيها الآن. إليك الكلمة. أولا طبعا نحن النهاردة سعداء بزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لسيناء، ودائما بنقول سيناء مهمة جدا عشان يعني تعتبر هي البوابة الشرقية اللي يعني هي البوابة اللي بيأتي منها الخطر اللي بيهدد الأمن القومي المصري. لذلك أهل سيناء بيبقوا في المقدمة مع قوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري. أدوار أهل سيناء وشيوخها طوال المرحلة التاريخ كان لهم مواقف وطنية يشهد بها التاريخ، وخاصة يعني أثناء حرب أكتوبر وما قبلها، ثم أثناء حرب محاربة الإرهاب اللي خلال 10 سنين كان محاولة من القوى الخارجية أنها تستقطع جزء من مصر يا سيناء عشان يقيموا عليها ولاية. لكن الحمد لله بتكاتف أبناء سيناء مع قواتهم المسلحة تم القضاء نهائيا على الإرهاب، وعادت يعني الأمور الطبيعية إلى سيناء. وإحنا شايفين النهاردة إزاي المشروعات التنمية بتتم على أرض سيناء في كل مجالات محاور التنمية، إذا كان اقتصاد ولا إذا كان زراعة أو إذا كان سياحة أو إذا كان تطوير ميناء العريش البحري عشان يكون أكبر ميناء موجود على البحر الأبيض، وتطوير الميناء المطار البري اللي موجود ميناء العريش عشان النهاردة بيبقى أكبر ميناء جوي موجود في المنطقة. من برضو من الحاجات اللي احنا يعني الدولة بتعملها النهاردة ربط ميناء العريش البحري بميناء طابة. يعني العريش بتقع على البحر الأبيض، طابة بتقع على خليج العقبة. ده من أكبر المشروعات اللي هتتم على أرض سيناء خلال عام إن شاء الله، هيكون تم الانتهاء من هذا المحور الرئيسي. يعني احنا بنتكلم في موضوع مهم هو التنمية، لأنه كانت سيناء طول عمرها يعني نتيجة الظروف اللي عاشتها والحروب اللي واجهتها كانت التنمية تعتبر متوقفة تماما. يعني النهاردة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة خلال 4 سنين تم صرف ما يقارب 66 مليار جنيه مشروعات التنمية التحتية، بناء التنمية البنية التحتية في كل مجالات شرب المياه، الطرق، الكهرباء، بناء مساكن، إعادة استزراع الأراضي. ده كله جهد الدولة بتعمله على أرض سيناء عشان تأمين الأمن القومي المصري. فعشان كده احنا النهاردة وجود السيد رئيس مجلس الوزراء على أرض على رأس عديد من الوزراء ولقاء مع الشيوخ ومع أهل سيناء، هو ده بدي رسالة أنه سيناء هي محل اهتمام الدولة المصرية، وخاصة في الظروف اللي النهاردة بتدور على الحرب على في قطاع غزة. طيب شيخ علي، بما أن حضرتك ذكرت وهذا بالفعل هو يعني الأخبار العاجلة التي لدينا، وصول رئيس مجلس الوزراء إلى العريش، وأيضا أن يكون برفقته رئيس اتحاد القبائل الشيخ إبراهيم العرجاني، حدثنا عن أهمية هذا الأمر. والله طبعا قبائل سيناء دورهم يعني على
طوال التاريخ أشاد به كل رؤساء مصر بداية من جمال عبد الناصر عشان دورهم في حرب 56 العدوان الثلاثي، ثم دورهم في حرب أكتوبر وأشاد به رئيس السادات الله يرحمه وقال لولا جهود أهل أبناء سيناء ما تحقق نصر أكتوبر. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونه قريب منهم ولأنه كان في فترة فترته مدير المقاومات الحربية، فهو يعلم عن قرب دور أبناء سيناء وشيوخها في تعاونهم مع قوات المسلحة. أنا بعتبر أهل سيناء هم المقدمة، هم الطليعة اللي بيدافعوا عن بلدهم وعن مصريتهم. وإحنا يمكن النهاردة في الحسنة بيتم الاحتفال بذكرى مؤتمر الحسنة، مؤتمر الحسنة اللي رفض تدويل سيناء واللي كان سيناء في ذاك الوقت تحت احتلال، وموش ديان جاب كل وكالات الأنباء واتفق مع الشيوخ أنهم يعلنوا انفصال سيناء عن مصر، وجايب طبعا الوكالات الأنباء عشان تذيع خبر أنه أهل سيناء إزاي مش عاوزين مصر، لكن فوقوا أنهم في هذا الاجتماع كل الشيوخ ومن تحدث باسمهم اللي هو الشيخ سالم العرش قال لهم انتم لا تملكون منا الا هذه رقمه، فسيناء مصريه واللي عايز يتكلم عن سيناء يتكلم مع الرئيس جمال عبد الناصر. وفشل المؤتمر، فشلت المؤامره الكبيره اللي كانت تريد اسرائيل، كانت تريد تدويل سيناء عشان تبقى خنجر في جانب الدوله المصريه. يعني احنا ما بنتكلم عن اهل سيناء وعن دورهم مش هنديهم حقهم، لانه ما زالوا هم النهارده في الخندق الواحد مع القوات المسلحه. نعم. طيب شيخ علي فريج وحضرتك احد مشايخ سيناء، خلينا نتحدث بشكل اكثر تفصيلا عن ان اتحاد قبائل سيناء تشكل في عام 2016 من اجل دعم ومسانده جهود الدوله للتخلص من بؤر الارهاب. نتحدث عن ان هذا التحالف يضم 30 قبيله سيناويه. أهمية أن يكون اتحاد قبائل سيناء، نعم، أهمية أن يكون كل هذه القبائل متحدة على مبدأ واحد. بصي طبعا هو يعني زي ما قلت لحضرتك احنا سيناء مصادفة، وخط المواجهة مع فلسطين محتلة 240 كيلو متر من رفح شمالا الى طابة جنوبا، فخط الحدود ده هو بيمثل خطر حقيقي اللي بيمثل على الدولة المصرية. فلذلك كان الموساد كل همه ازاي يستقطب عناصر من خارج سيناء، وعناصر هو قدر يزرعها عشان يقودوا حرب الارهاب. وازاي احنا عدنا يمكن 10 سنين نعاني، وتم تصفيه العديد من شيوخ القبائل المتعاونين مع القوات المسلحه، وتم تصفيه كل مقاول بيشتغل في مشروعات اللي بتنفذها الدوله عشان ما يتمش اي حاجه. لكن لما القبائل اتحدت وعملت اتحاد القبائل واللي بيشارك فيه كل قبائل سيناء وشبابها، المثل بيقول لا يفل الحديد الا الحديد. نعم. قبائل بتعرف مسالك الجبال، بتعرف مسالك الاوديه، بتعرف ازاي مين رايح ومين جاي. فلذلك هم القبائل المصريه وابنائها عرفوا ازاي يعني مع تحالفهم مع القوات المسلحه ومع الشرطه انهم يرصدوا كل حركه من حركات الارهاب، وتم القضاء على الارهاب تمام القضاء. طبعا لا يعني لازم نذكر العديد من الشهداء الاتحاد التعالف اللي سقطوا، منهم الشباب والشيوخ اللي سقطوا اثناء حرب هذا الارهاب. فاحنا عشان كده يمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في كل خطبه في كل كلامه بيشيد بدير قبائل المصريه عموما وقبائل سيناء خاصه لدورهم الواضح في محاربه الارهاب. وعشان كده احنا النهارده بنجني ثمار هذه المشاركه بانه عاد الامن والامان الى سيناء، وبدات الناس تعود الى اراضيها، وبداوا يعني يزرعوا تاني
الزيتون والخوخ والكنتالوب اللي كانت سينا مشهورة به، وأصبح كمان في مشروعات تساعد وأصبح كمان شيخ علي هناك مشروعات أقامتها الدولة حتى تساعد في تنمية كل هذه المجالات اللي حضرتك بتتكلم عنها. يعني احنا بنتكلم على مشروعات تساعد في تنمية الثروة الزراعية، مشروعات لتحلية المياه، مشروعات لمعالجة المياه، بنتكلم أيضا على بنية تحتية، بنتكلم على شبكة طرق. كل هذه الأمور كيف رأيت مردودها على أرض الواقع في سيناء؟ النهارده كانت فترات لما الدوله شجعت اهل سيناء في تملك اراضيهم واستزرعوا بجهودهم الذاتيه 200 الف فدان في مناطق بالذات رفح وشيخ زويد. بهذه المساحه تحولت سيناء الى مصدر رئيسي للخضروات والمنتجات الزراعيه زي الخوخ والكنتالوب، بيغذي السوق المصري والسوق الخليجي. نتيجة الحرب الإرهاب نادر نقول أن كل هذه الزراعات تأثرت، لأنه كان الإرهابيين بيستخبوا في هذه المزارع فتم إزالة معظم هذه المزارع. النهاردة الدولة بتشجع الأهالي أنهم يعيدوا استزراع أراضيهم ويعيدوا زراعة بقى أهم حاجة المشهورة بسيناء الخوخ والزيتون وخلافه. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، أن سيناء فيها 5 مليون فدان دلتا جديدة مش محتاجة غير نقطة المية. 5 مليون فدان، لو إحنا الدولة النهاردة استطاعت أنها توصل مياه النيل، وهذه الأرض موجودة في وسط سيناء اللي هي وسط سيناء اللي هي الارض الموجوده بين شمال سيناء وجنوب سيناء، بس هي تتبع اداريا شمال سيناء. يعني طب بالنسبه لمحطه بحر البقر وتوفيرها للمياه، يعني هي محطه معالجه ودخلت في موسوعه تجانس للارقام القياسيه وبتعد مصدر لمياه الري وحل فعال لدعم الزراعه بمنطقه سيناء، كيف رايت هذا الامر على ارض الواقع؟ الأرض الواقع النهاردة الحمد لله، أنا بقول لحضرتك نتيجة الاستتباب الأمن وانتشار الأمن في سيناء، معظم الأسر اللي كانت تم تهجيرها نتيجة حرب الإرهاب إلى الإسماعيلية والشرقية كلها رجعت تاني إلى سيناء، وبدأوا يعني يصلحوا ويستزرعوا أراضيهم. والدولة بتدعم ذلك بأنها بتوصل لهم، بشجعهم طبعا في مرحلة أولى وتوصل لهم بقى الخدمات المطلوبة، إذا كان طرق، إذا كان كهرباء، إذا كانت حفر أبار عشان توفير مياه الري. فلازم يعني إحنا نشيد بالفترة 54 اللي فاتوا بعد القضاء على الإرهاب، إزاي النهاردة الحمد لله المشروعات التنمية، يعني مشروعات السياحة النهاردة بدأت يعني تنمو، مشروعات الصيد في البحر إذا كان البحر الأبيض أو إذا كان بحيرة الغداويل، مشروعات المشروعات الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، مصنع الاسمنت، عندنا 2 مصانع اكبر مصانع اسمنت في سيناء ومصنع الاسمنت الابيض والاسمر موجودين في وسط سيناء. كل ده بيدي في الاخر انتاج للاقتصاد القومي المصري يعني. وخاصه ايضا شيخ علي ان دلوقتي بقت استراتيجيه الدوله في المشروعات ان المصانع تقام في مناطق خروج المواد الخام، يعني يكون كل الامور بمثابه المنظومه الواحده المتكامله، حتى يبقى في مناطق سكنيه، يبقى في مدارس، بحيث ان السكن والمدارس والمصانع وخروج الماده الخام سواء بان كان زراعه سواء كان تصنيعات مختلفه تكون كلها في دائره واحده. احنا عندنا في سيناء منطقه اسمها مصانع الصناعات الثقيله، ودي من ايام من له منير اللي كان محافظ سيناء الله يرحمه، وفيها اتعمل فيها مشروعين، مشروع مصنع الاسمنت، فيها 3 مصانع الحقيقه، يعني مصنع اللي هو العريش للاسمنت، ومصنع اسمنت سيناء
والمصنع اللي هو بيدي اسمنت ابيض، علاوي على كده جنبيهم مصانع الرخام بسينا بتنتج احسن رخام او اقوى الدخان موجود النهارده بيغذي السوق المصري كله، بدل ما بنستورد من اسبانيا او من ايطاليا، لا احنا عندنا الجبال الحمد لله ربنا انعم علينا، جبال سينا كلها فيها الخيرات الكبيره. احنا بنقول الكلام ده عشان كده احنا محتاجين الكثافه السكانيه في سينا منخفضه، يعني شمال سينا وجنوب سينا ومحافظين كبار مساحه سينا 61 الف كيلو متر مربع، يعني قد فلسطين وقد سوريا وقد هذه المساحه بيعيش عليها حوالي النهارده مليون. طب اذا في فراغ، اذا احنا محتاجين ابناء الوادي نعم. من كل محافظات مصر انهم يجوا بدل ما يروحوا العراق وبدل ما يروحوا هنا، لا يجوا بلدهم وخصوصا كمان ان الامر اصبح سهلا، يعني كون ان ساكني الوادي يتوجهون الى سيناء الامر اصبح سهلا نتيجه للطرق المختلفه الموجوده. نعم طبعا انا مع حضرتك يعني، ولذلك احنا بنقول لما النهارده احنا نستزرع الخمس مليون فدان الجاهزين للاستزراع، بس عايزين نقطه الميه النيل تدخل، يبقى انت النهارده ممكن تستقطب على الخمس مليون فدان دول مش اقل من 10 مليون مواطن. يبقى انا بزرع سيناء بالبشر لانه خير تامين لسيناء هو ان انا ازرعها بالبشر. المصريين اللي يجوا من القاهره والشرقيه والصعيد يعيشوا على ارضهم. احنا بنقول دايما يا فندم، بنقول انه سيناء ملك كل اسره مصريه. طبعا. لان كل اسره مصريه قدمت شهيد او جريح او مصاب او مقاتل ساهم في تحرير سيناء وعودتها فعلا إليك. زي ما حضرتك بتقول ما فيش بيت مصري الا ما هو شارك في تحرير سيناء. طبعا نعم. طيب المشروعات التنمويه اللي حصلت في سيناء كمان مش متعلقه فقط بالمشروعات الجامده، لكنها ايضا متعلقه بالمشروعات الانسانيه، مشروعات متعلقه بالتنميه البشريه، مشروعات متعلقه بتحسين الاداء، مشروعات متعلقه بمحو الاميه. هذه المشروعات ايضا او هذه المجهودات الى اي مدى كانت ايضا علامه فارقه في السنوات الاخيره؟ أنا طبعا في يعني في مشكلة في الصوت مش سامع، لكن أنا بحاول يعني أرد بعد ما فهمت. يعني بصي، يعني النهاردة تعمير سينا مش أنا بخدم أهل سينا بس، أنا بخدم أمن القوم المصري. سينا هتظل هدف للأعداء، بالذات الموساد واليهود كل عيونهم على مصر وعلى سينا، لأنه بيعتبروا سينا هي الأرض اللي ممكن يعيشوا عليها ويتوسعوا فيها. النهاردة بيحاولوا أنهم يحلوا مشكلة ويصفوا القضية الفلسطينية على أنه أهاجر 2-3 مليون فلسطيني يعيشوا على أرض سينا. مبدأ مرفوض، لا أهل سينا يقبلوا ولا السيد الرئيس عبد الفتاح أعلن موقف مصر أنه احنا نرفض أنه أي حد يعيش هنا. احنا الفلسطينيين ناس اخوتنا وجيراننا ولكن هم ناس من حقهم انهم يعني ينضلوا عشان تحرير بلدهم ويحرروا القدس ويحرروا فلسطين، لكن لا يمكن السماح باننا احل مشكله فلسطين على ارض مصريه. وده موقف اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا كلنا كشيوخ قبائل واعلنا تاييدنا لكل ما كل خطوه يخطوها السيد الرئيس في هذا الاتجاه. نعم. احنا بنقول انه المشروعات اللي بتتم في مختلف الاتجاهات، اي طوبه تتحط في سيناء هي تامين للامن القومي المصري. سيناء قبل 7 سنين كانت فراغ كالصحراء، وكان اليهود يقولوا الله ما انتوا سايبينها فاضيه، ما احنا انتوا لا احنا النهارده بنعمر سيناء، بنعمل مشروعات، بنعمل صناعه، بنعمل زراعه، بنعمل النهارده سيناء فيها اللي كانت الاول زمان الولد عشان يتعلم يروح شهاده الاعداديه يا يروح بورسعيد يا يروح الشرقيه. النهارده الحمد لله في ثلاث جامعات في سيناء، جامعه العريش الحكوميه فيها 15 كليه، جامعه سيناء الخاصه 15 كليه،
في جامعة الأهلية في بير العبد النهاردة شغالة. يعني إذا في سيناء ثلاث جامعات موجودة في مدينة واحدة أو في محافظة واحدة. ده كله بيدي مؤشر إن الدولة مهتمة كل الاهتمام بتنمية سيناء. ويكفي إنه إحنا بنقول إنه الرئيس السيسي لما عمل النفق الأنفاق اللي بتربط ما بين سيناء ومصر اللي هي نفق إسماعيلية ونفق بورسعيد علاوة عن نفق الشهيد حمدي إنه أنهى عز سيناء بالكامل. إحنا كنا زمان لما بنعدي سيناء نقعد 5-6 ساعات وممكن نبات على القناة عشان السنة المعدية لما تفتح تاني يوم. النهاردة أنت بعد بناء وتأسيس الأنفاق أنت بتعدي سيناء في 5 دقايق يعني من غرب لشرق سيناء 5 دقايق. إذا ده هو إنهاء لعز سيناء عشان إحنا نعمل النماء اللي إحنا بنتكلم على حضرتك عليها يعني. نعم. وبما إن حضرتك ذكرت موضوع الجامعات والتعليم، هذا كان هو سؤالي بالفعل، لكن سؤالي كان ربما يحتاج تفاصيل أكثر متعلقة بالتنمية في البشر بشكل عام، ليس في الناحية التعليمية فقط، لكن من ناحية تعليم مهارات مختلفة، من ناحية محو الأمية أيضا الذي أصبح يوجد اهتمام كبير بهذا الأمر. يعني أنا آسف مش سامع كويس، لكن أنا هحاول أرد على اسم حضرتك على سؤال حضرتك. إحنا بنقول التنمية دائما هي البناء الحقيقي لتأمين الوطن وتأمين حدود شرقية. سيناء مؤهلة إنها تبقى أكبر موقع استراتيجي يخدم الأمن القومي المصري ويخدم الاقتصاد المصري. يعني انت النهارده الدوله عملت تطوير ميناء العريش هيبقى اكبر ميناء موجود على البحر الابيض. الدوله عملت طورت ميناء المطار مطار العريش الدولي بحيث انه يبقى اكبر ميناء موجود في الشرق الاوسط. النهارده بتعمل طريق اللي بيربط سكه حديد ما بين بورسعيد العريش طابه، يعني من الشرق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب كويس. نعم. بيربط محافظتين محافظة عطينة، علاوة لأنه خط السكة حديد هو ماشي ده تنمية، محطة سكة حديد وخدمات وتجمعات سكانية جديدة. يعني أنت بتعملي حياة جديدة على أرض سيناء اللي كانت صحراء جرداء. نعم. فده كله لابد أن يعود بالنفع أساسا للدولة المصرية والاقتصاد المصري التنمية الحقيقية في سيناء بأمر الله. نعم بالتأكيد. الشيخ علي فريج أحد مشايخ سيناء، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، وبالتأكيد نعتذر عن أن الصوت ربما لم يكن واضح في كافة الأسئلة، ونحن نتوجه لحضرتك بهذه الأسئلة على كافة الأحوال. جزيل الشكر.